شباب عم نلعب في هاي سوبر ممكن اقدم بابا بنتي اعمل ستوري انا حغير سكني بمش مكتوبة فما تعرفوا شو انا عندي كان زاد كتير اسطوريين وما بدي لكم شو هني اوكي هوقفها شوية وارجع فوت عليكم بس دقيقة حط اي حاجة مش حاطط اي حاجة اوكي شباب طبعا سكن اللي اشتريت بس حطيت اي هلا مش عارفين بس عشان يكون حاطه اوكي تبقى لي هاي بيت حلوة انبسطيت سياحة دخلتي لو بيت محاكمين لك عندي هاي بيت حاجة فرصة عندي كل هدولة تابوت لازم يكون لونه مثل مثل انه في هيك بوكس طالع منه اشياء كتير حلو حضر زلمة صغير عمره في 10 سنوات او سنين وعرفني شو يقولون راح شوف هيو ام قال بالفيديو هالحيوان عنده كل شيء مملوك وانا استغربت وقلت له ما بتحكي يا جدع What?
دروات يا غالي دروات. انا هشتري احلى سلاح النادي هو الشجر. يلا على الباي ديم ديم شجر الازرق. انتوا ما تعرفوا انا استعملت اخر شيء على الشجر لفيت حبيت طلع لي الشاتجن وما صنع جدا مش عم صحن كتير للمعش مش عم كذا 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 ف برضو صحن كتير مستحيل يكون فيه السلاح كيف هذا وسلاح بالدنيا كيف كان هذا وسلاح بالدنيا 4 زي الفل زي الفل بدكم تشوفوا سلاحي سكار تيتان حلو بس مش بلعب سكارلت يا عمي ايوه كده يا عمي يا عمي شلون نختار الجوال يا ابني كنت انتبهت وانت بحس كيف هالزلمه كيف هالزلمه اسطوري جودي بدي اوقف الفيديو هون مع السلامة مشاهدي اعطيك فانتاوتو مع السلامة.